ما حضراتكم سمعتوا من كابتن سيد عبد الحفيظ، مش هنلوم غير نفسنا، احنا فقدنا نقاط، ولكن يا كابتن سيد برضو احنا فقدنا نقاط ومش هنلوم غير نفسنا، ولكن التحكيم او الاخطاء التحكيميه كان لها سبب واضح وصريح في خساره بعض النقاط. هات لنا سمير النقاط اللي انا بتكلم عنها. هبدا الاول بالبنك الاهلي. مباراه البنك الاهلي هدف صحيح 100% وملغي للنادي الاهلي في هذه المباراه، برضو مش انا اللي بقول خبراء التحكيم اللي حضراتكم بتسمعوهم في كل الاستوديوهات وفي كل حته هم اللي قالوا هذا الكلام ده. حتى الحكم ادى وبعدين راح شاف الفار ورجع تاني. ماشي، ايه تاني عندنا؟ ضرب جزاء غير محتسبه وهدف ملغي في مباراه الاهلي ضد بيراميدز. اقعد احسب النقط بقى حضرتك ورايا كده وشوف، شوف احنا النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه، تخيل حضرتك ان ده ما اتحسبش هدف، تخيل ان حضرتك ان ده ما اتحسبش هدف، تخيل. وكابتن جهاد جريشة البونديالي الحكم المفروض اللي هو رقم واحد في مصر برضو بالارقام وبالمباريات اللي حكمها، ولكن للأسف خطأ تحكيمي واضح جدا في هذه المباراة، أفقدنا نقطتين. وبعدين في المباراة نفسها كان في ضربة جزاء، بعد كده ضربة جزاء غير محتسبة أهي. اتفضل حضرتك، حضراتكم شوفوها وقولوا لي برضو، يمكن أنا بزود ولا بقول أي حاجة. أهو خد رجله وبعد كده خد الكورة ولم تحتسب ركلة جزاء، فيعني ضرب الجزاء كمان غير محتسبه قدام نادي غزل المحله بتاعت محمد هاني اهو، اتحسبت واحده زيها قريب لنادي من الانديه، والله ما انا فاكر مين، لكن اتحسبت واحده زيها بالظبط قريب، ضرب الجزاء للزمالك للجزيري في ماتش الاتحاد. اتفضل حضرتك، ركله الجزاء لم تحتسب وهزم النادي الاهلي في هذه المباراه بهدف مقابل لا شيء، ثلاث نقاط وهناك عندنا اربعه، دي سبع نقط، سبع نقط. ايضا ركله جزاء صحيحه قدام نادي الزمالك ولم تحتسب. بعد كده خلينا نروح في اللي بعد كده برضو، في مباراه الاسماعيلي ركله جزاء لم تحتسب. احسب بقى النقط، احسب، ده باعتراف كل الناس بالمناسبة، مش الكلام ده، ده غير الحاجات، الحالات اللي احنا بنتكلم عنها، غير الحالات اللي احنا شايفينها عندي هنا، عندنا هنا في القناة وفي كل القنوات الأخرى في خبراء بيتكلموا في حالات تانية، ولكن أنا بتكلم على الحالات اللي كل الناس اتكلمت عنها. امبارح على الرغم من أنت كسبان وكسبت 2-0، ولكن بص حضرتك امبارح، طيب أنا راضي ضمير حضراتكم، أنا راضي ضمير طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي، أنا عايزهم يتفرجوا على الكورة دي، هل دي مش ركلة جزاء ولا إيه؟ حضرتك قول لي يا عم إسلام، ما أنت كسبت 2-0 خلاص، النادي الأهلي كسب 2-0، لأ حضرتك، ما هو في مثل هذه الأمور صعب جدا جدا جدا، ما أنا ممكن كانت النتيجة تبقى 0-0 وإيده مكبرة جسمه زي ما خبراء التحكيم بيقولوا، مش أنا اللي بقول برضه. تخيل حضرتك إن اللقطة اللي أمام حضرتك دي لم تحتسب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، أخطاء تحكيمية، عد بقى معايا، أنا بتالي أكتر من 10 نقط، فحاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها، وزي ما حضراتكم شايفين أنا ما بتكلمش من جيبي ولا من لا، أنا بتكلم مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة ورد الناس عليها وتعليق الخبراء عليها. لكن هل هذا الفريق مش محتاج مسانده في الاربع ماتشات اللي جايه؟ هل الدوري انتهى لصالح نادي الزمالك؟ لا، انا بقول لحضرتك واتمنى، انا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي، طب يا عم اسلام انت جايب الثقه دي منين؟ انا جايبها من حضرتك، من حضراتكم، حضراتكم اللي بتدوني الثقه دي، انا وغيري، انا وكل لاعبي النادي الاهلي وكل الجهاز الفني للنادي الاهلي، انا هعمل اللي عليا لغايه يوم 27 الساعه 11 بالليل، اللي هو اخر مباراه 9 ل 11، يعني هتخلص 11،
للساعه 11 بالليل اقدر اقول لحضرتك ان الدوري في الاهلي ولا مش في الاهلي. غير كده انا لا افقد الامل ولا جمهور النادي الاهلي بيفقد الامل، لان محدش عارف. وزي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال، هل بكره او المباريات المتلاحقه دي ممكن يحصل فيها حاجه؟ ممكن جدا جدا يحصل فيها حاجات، مش حاجه واحده. احنا شفنا في الكوره عجب العجاب. النادي الاهلي تعادل هنا مع الصفاقسي 1-1، مانويل جوزيه بحركه واحده بس حرك لف الموضوع على الصفاقسي ورحنا كسبنا هناك 1-0. وخدت بطوله دوري ابطال افريقيا بقى، مش حاجه تانية. انا عارف اصلا ان الدوري مهم جدا جدا لجمهور النادي الاهلي. وعمرنا ما هنفكر في حاجة تانية، هنفكر في الأربع مباريات القادمة. عندنا مباراة يوم الثلاث مع طلائع الجيش، بعد كده يوم الجمعة مع المصري، بعد كده بقية المباريات ثلاث وجمعة، بعد كده ثلاث بعد كده مع الجونة، وآخر مباراة مع أسوان يوم الجمعة. يوم الجمعة الساعة 11 نلتقي إن شاء الله، أبقى أنا مع حضراتكم يوم الأحد اللي بعده إن شاء الله. إن شاء الله نكون بنحتفل بالدوري يا رب إن شاء الله. لكن لو ما احتفلناش إيه اللي يحصل؟ الفريق ده أو مجموعة اللاعبين اللي موجودين معانا ياما فرحونا، يستحقوا مننا كل تقدير وكل احترام، يستحقوا مننا كل مساندة. عندنا، هل اللي أنت بتقوله ده تبرير ودفاع عن اللاعبين؟ لأ، عندنا أخطاء وواضحة لكل الناس، واضحة للجهاز الفني بيحاول يحلها، لأن بس ما فيش وقت، كل يومين ثلاثة مباراة، فبيحاول يتكلم عفوا بيعالجها بشكل أو بآخر، بالكلام أكتر من التمرين، لأنه ما فيش وقت. أنت بتلعب الجمعة وبعدين تلعب التلات، تلعب السبت وبعدين تلعب التلات، يعني انت لعبت السبت وهتلعب التلات. ما عندناش اخطاء؟ لا عندنا اخطاء، عندنا 100%. ما فيش فريق في العالم ما عندوش اخطاء، ولكن المساندة واجبة خلال هذه الفترة، خلال الاسبوعين اللي جايين دول، اسبوعين مساندة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. كل اللاعبين اللي موجودين احنا في ظهركم، احنا واقفين معاكم. ضرب الجزاء دي يا عم سمير يعني مش ممكن، ضرب الجزاء دي يا جماعه ولا مش ضرب الجزاء؟ دي حاجه كده من ضمن الحاجات اللي بنطلعها واحنا شغالين. الماتش خلص تعادل على فكره، يعني فقدنا نقطتين. هل ده معناه والمنافس بالمناسبه خد نقطه في كره في لعبه زي دي او في مباراه زي دي؟ كنت ممكن جدا تخلص اتنين وتاخد تلات انت نقاط والمنافس ما ياخدش نقطه. فالحقيقه هل ده معناه ان احنا ما عندناش اخطاء ولا ان احنا بنبرر ولا لا خالص؟ والله